لو الحكاية فيها إن فيجو مجد الرياضة مع التعليم ورغبة محمد انه يكمل دراسته ويكمل كليتين وان هم يسهلون الموضوع. انت عارف برضو يعني احنا نتمنى ان محمد يبقى في النجومية اصغر واكتر واكتر, نتمنى انه يكمل تعليمه. فلما نلاقي سيادة الوزير وائل دجوي والدكتور وجدي انهم يعني هذا الاهتمام بهذا العمل, بنشكرهم جدا وبنتمنى رب محمد يخلص الاتنين مع بعض ويبقى الميزة لكل لاعب مصري في تألقه في الكورة وفي نهاية المسيرة. محمد نقول النهارده نقول لك مبروك خطوه جديده مع خطوه كره القدم والتعليم. يمكن شيء جميل انك بتربط التعليم بتعلقك في كره القدم. انا كنت جاهل بقى. لا الحمد لله بشكر الوزير وبشكر الدكتور طبعا وان شاء الله يعني انا شكرت بشكر الوزير ثاني عشان خاطر الوزير وبشكر الدكتور طبعا وان شاء الله تبقى فتحت خير. يعني سعيد بتجربتك في تشيلسي بقى وادائك ويعني فرح الجماهير المصري بادائك وتالقك في الدوري الانجليزي الكبير ده. الحمد لله شايف كله تمام وقدرك كويسة بالنسبة لي وكيف كان شكلك كويس. علاقتك مع مورينيو يعني ساعدتك على التألق مستمر في تشيلسي؟ ما شاء الله بزينة. علاقة مورينيو بيك ساعدتك على التألق وراحتك يعني رايحتك نفسها اللي تقدر تعمل بشكل كبير جدا. ما بتقلقش من الكلام اللي ممكن تروح اعاره تروح فرقه تيجي يعني الكلام ده ما بيقلقش من الكلام. انا مركز مع الفريق وما اعتقدش ان في كلام يعني جد 100% الكلام ده بس انا اتمنى ان شاء الله ان ابقى موفق. نازل ايدك معاك وسيم يا جماعه الكاميرات معاك لا والله انا شايف ان احنا كان عندنا يا جدعان مش كتير بس ولا السنه اللي فاتت ان شاء الله ان احنا نسيبنا في الراحه. عايز اسال سؤال, هتفتكر دي بالدوري؟ اكيد طبعا. بس عايز اسال اللعيبه علاقتك باللعيبه محمد كان في كلام ان في بعض التاتشات كده مع بعض اللعيبه زي ماتيتش يعني علاقتك باللعيبه كلهم علاقه كويسه ولا في لعيبه شويه لسه ما تاقلمتش على الحياه معاهم؟ لا ما فيش ولا لعيب اصلا معايا علاقتي بيه متوتره خالص يعني ولا تاتش ولا اي حاجه. كل اللعيبه محترمه وماتيتش كان من اقرب الناس ليا هناك يعني. ديفيد لويز صلاح اقرب اللعيبه ليك في تشيلسي صلاح مجموعه صعبه طبعا جدا بس اتمنى ان شاء الله يبقى كويسين احسن من فرح تشيلسي. ايه اللي بتحلم بيه مع تشيلسي الفتره اللي جايه بعد السنه اولى تشيلسي انجزت واديت واحرزت اهداف وبقيت من الناس المحبوبه من جماهير تشيلسي دلوقتي؟ والله اتمنى ان شاء الله ان الموسم اللي جاي يبقى احسن بالنسبه لنا كلنا ونقدر نحصل بطولات كويسه.